السلام عليكم طلبة تقنيات عددية وتحليل عددي. اليوم راح نبدأ بدرس اللي هو إيجاد الانفرس لماتريكس إذا وجد باستخدام elementary row operations، اللي هي إيش elementary row operations؟ تبديل صفين، ضرب صف بثابت غير الصفر، أو ضرب صف بثابت وإضافة النواتج لصف آخر. الآن elementary row operations طريقة، قبل ما نبدأ فيها خلينا نتذكر إنه الـ i تساوي 1 0 0 1 هي عبارة عن الـ multiplicative identity، نظير المحايد الضربي للمصفوفات أو الـ unit matrix، المصفوفات اللي حجمها 2 by 2 matrices، 4 2 by 2 matrices. And I equals 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is the identity or the unit matrix for 3 by 3 matrices. 4 by 4 matrix identity for these matrices اللي هو وحدات على القطر والباقي أصفار. هذه identity or unit matrix for 4 by 4 matrices، وبنفس الطريقة لأي حجم مربع. طبعا الانفرس موجود للماتريكس المربعة إن وجد. طبعا to find A inverse، حتى نوجد الـ A inverse by this method by elementary row operations، بنكتب matrix A partition الـ identity المناسب لـ A اللي له نفس حجم الـ A. الآن نعمل elementary row operations elementary row operations. الآن حتى نوصل إذا أمكن لل reduced row echelon form، إذا وصلنا لل reduced row echelon form يعني وصلنا لهاي الصورة I مع matrix. الآن A has inverse، إذا كان وصلنا لهاي الصورة بيكون ل A inverse، وهو A inverse يكون نفس B الجهة الثانية. هاي كانت A بالعمليات وصلت ل B، لأن B تمثل ال A inverse. في هاي الحالة بنسمي A invertible or non-singular. لكن إذا وصلنا لصف، إحنا نعمل الـ elementary row operations عشان نوصل للـ reduced row echelon form، لو أحد الصفوف صار كل عناصره أصفار، لو وصلنا للـ zero row طبعا قبل الـ partition، معناته بتكون A has no inverse or not invertible or singular. Example. The first example before it, notice that if A has inverse, then A inverse multiplied by A equals the identity. نفس الإشي لو ضربت A بA inverse لازم يعطيني الـ identity. إذا ضربت A بA inverse بأي اتجاه بعطينا الـ identity matrix اللي هي الـ unit matrix أو الـ identity matrix. And find the inverse. The first example, find the inverse of the matrix if it exists by using elementary row operations. And matrix المعنى A عبارة عن 1, 2, 3, 5. How to find the inverse of this matrix by this method? And نكتب matrix A partition. And put identity matrix 1 0 0 1 اللي هي إلها نفس حجم الماتريكس اللي معنا، المحايد اللي إلها نفس حجم الماتريكس اللي معنا. الآن نبدأ نعمل elementary row operations. هذا عبارة عن unit and one اللي هو العنصر الأول leading one لازم يكون. الآن إذا عندي leading one ببدأ بصفر بعموده باستخدام elementary row operations. يعني الصف الأول هون مش راح نعمل عليه تعديل 1 0، and الصف الثاني في عليه تعديل، لأن يعني بدنا الثلاثة تصير 0. كيف صار عندي leading؟ باخد عكس العدد اللي بدي أصفره بالإشارة minus 3، بضربه في الصف اللي موجود في leading 1 أو pivot، وبضيف للصف الثاني النواتج. And minus 3 by 1 plus 3 بتعطينا 0. Minus 3 by 2 minus 6 plus 5 it is minus 1.
minus 3 by 1 minus 3 plus 0 is then negative 3 minus 3. And minus 3 by 0 plus 1, it is 1. الآن صار عندي 1 تحت أصفار. ننتقل قطري نخلي هاي يصير 1 عشان أسوي leading 1. فبضرب الصف الثاني بماينس 1 فبصير مكافئ لي. الأول ما في مشكلة بضل نفسه. الآن 1 0 الآن ماينس R2 بدي أغير إشارات R2 عشان يصير عندي leading 1 0 1 minus 3 by minus 1 it is 3 and minus 1. الآن صار عندي 1 leading 1 بدنا نصفر عموده. الصف الثاني يكتب 0 1 3 negative 1 لأن حتى يصير 2 0 minus 2 R2 plus R1 نضرب minus 2 في عكس العنصر اللي بدي أصفره بالإشارة. بضرب بصف البيفت وأضيفه للصف اللي موجود فيه العنصر اللي بدي أصفره. minus 2 في 0 plus 1 دلها 1 minus 2 plus 2 0 minus 6 plus 1 minus 5 minus minus بتصير plus 2 plus 0 2. إذن وصلنا إنه هون صار عندي الـ identity. إذن الجهة الثانية هي الـ inverse. إذن A inverse equals minus 5 2 3 minus 1. How to check our answer؟ نتأكد من حلنا. نأخذ A نضربها بـ A inverse لازم يطلع الـ identity، والعكس كمان A inverse في الـ A لازم نعطينا الـ identity. نتأكد من واحدة وأنتوا تتأكدوا من الثانية، لأن 1 هذا check يعني فقط للتأكد. And 1 2 3 5 this is A. Multiply it by A inverse. A inverse negative 5 2 3 negative 1. And the multiplication equal طبعا لازم يكون حتى الضرب معرف. حجم الأولى 2 في 2 الثانية 2 في 2 أعمدة الأولى بتساوي صفوف الثانية الناتج 2 ب 2. إذا حجمها 2 في 2. كيف نضرب؟ نعمل ترانسبوز للصف الأول نحوله لعمود ونضرب كل عنصر بالعنصر المناظر له بالعمود الأول. 1 ضرب سالب 5 2 ضرب 3 وبنجمع سالب 5 زائد 6 بعطي 1. الصف الأول بالعمود الثاني 1 ضرب 2 2 في سالب 1 يعني 2 وسالب 2 0. الصف الثاني في العمود الأول ناقص 15 زائد 15 بعطي 0. 6 plus minus 5 1 إذن right. متأكد إنه A inverse A must be 1. Exercise show that. Another question. Let's take B to be 1, 3, 4, and 12. Find the inverse of this matrix B اللي هي 1, 3, 5, 4, 12. If the inverse exists, how to find the inverse by this method? Write B 1, 3, 4, 12. Partition, write the identity matrix. This is the identity matrix. Try to make this matrix, convert it, transform this matrix to reduce row echelon form if possible. And on leading one, okay, write the first row 1, 3, 1, 0. Now convert 4 to 0 by some elementary row operations. كيف بدي اخليها 0؟ بغير اشارتها minus 4 بضربها بالصف اللي موجود فيه الليدنج ب R1 واضيف النواتج ل R2. الان minus 4 plus 4 it is 0 minus 12 plus 12 0 minus 4 plus 0 minus 4
minus 4 by 0, 0 plus 1, 1. بما أنه حصلنا على صف على 0 رو قبل البارتيشن معناته وين بأي مرحلة إذا وصلنا ل 0 رو it means B is singular. Hence B has no inverse. ما في مصفوفة لو أضربها في B بعطيني الـ identity matrix أو بنحكي إنه B not invertible or B is singular. The same. Another example. Given that A equal 1, 1, negative 1, 0, 1, minus 2, and 2, 0, 1. Part 1, find the inverse of A by elementary row operations. Find the inverse of A by elementary row operation 2, and hence وثم وبالتالي and hence solve the system اللي هو x plus y minus z equal 4 y minus 2z equal negative 2 and 2x plus z equal 10 طبعا by using inverse method. خلينا نعيد الآن. في عندي matrix A 1 1 minus 1 0 1 minus 2 2 0 1. الآن المطلوب الأول the first part find the inverse of A by elementary row operations. نوجد الانفرس بالإليمنتري رو أوبريشنز ومن ثم وأند هنس وبالتالي سولف ذا سيستم نحل هذا النظام. لاحظوا هذا النظام معاملاته ماتريكس للمعاملات راح تطلع نفس الأي يعني بدي أعتمد على الفرع A طبعا باي يوزنج انفرس ميثود. نيجي للجزء الأول. الجزء الأول بدنا نوجد الأي انفرس. How to find the inverse of this matrix by using elementary row operations. نكتب الـ A هي 1, 1, negative 1, 0, 1, negative 2, 2, 0, and 1. Partition. Write the suitable identity. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, unit matrix or identity matrix for 3 by 3 matrices. الآن أول شيء بدنا نعمل هذا leading one. هو leading one فإذا نكتب هذه equivalent row equivalent to 1 1 negative 1 partition 1 0 0. عملنا leading one نبدأ نصفر عموده اللي تحته صفر فبنكتب الصف الثاني بدون تعديل. الآن اللي تحت 2 لازم تصير 0 عكسها بالإشارة minus 2 في صف البيفوت أو leading 1 اللي هو R1 plus R2 يعني multiply R1 by negative 2 and add the results to the to row 3 minus 2 plus 2 equals 0 minus 2 plus 0 minus 2 minus minus plus 2 plus 1 equals 3 minus 2 plus 0 is minus 2, minus 2 times 0 plus 0, 0, minus 2 times 0 plus 1, it is 1. الآن الخطوة الثانية نيجي قطري بدنا نخلي إذا أمكن هذا يكون leading 1 وهو كذلك فإذا
الصف الثاني يكتب كما هو 0 1 negative 2 then 0 1 0. كتبنا الصف الثاني لأنه إحنا بدنا الصف الثاني يكون فيه leading one. الآن بما إنه هو leading one نبدأ بتصفير العمود، عمود هذا leading، هذا الواحد بدنا نصفره اعتمادا طبعا على leading، عكسه بالإشارة اللي هو سالب واحد باخد بضربه في R2 وأضيف النواتج ل R1، يعني minus R2 plus R1، وكأني بحكي R1 minus R2 1 0 1 1 minus 1 0. بإمكانك تعمل تشيك. الآن بدي سالب 2 تكون 0، يعني أغير الإشارة 2 في R2 plus R3 multiply R2 by 2 and add the result to R3. 0 0 minus 4 plus 3 minus 1 2 plus minus 2 times 0 plus minus 2 minus 2 2 times 1 2 plus 0 2 2 times 0 0 plus 1 1. Alright. And leading 1 هون بدنا، فبنضرب الصف الثالث في نيجاتيف 1، الأول والثاني في المرحلة هاي تخليهم 1 0 1 1 نيجاتيف 1 0 0 1 نيجاتيف 2 0 1 0 and multiply R3 by نيجاتيف 1 minus R3 so we get 0 0 1 2 نيجاتيف 2 negative 1. Now here we have leading 1، لأننا يعني نصفر العمود لهذا leading. الصف الثالث إذا يكتب كما هو 0 0 1 2 negative 2 negative 1، لأن حتى الواحد هذا يصير 0 عكسه بالإشارة minus 1 minus 1 في R3 و add the results to R1 minus R3 plus R1 means R1 minus R3 1 0 0 minus 1 1 and 1. Now to make this number to be 0 2R3 plus R2. عكسه بالإشارة بنضرب الصف اللي موجود فيه الليدنج ونضيف النواتج للصف الثاني، اضرب 2 ونجمع 2 في 0 plus 0 0 2 في 1 زائد 0 2 في 0 سوري زائد 1 بعطينا 1، والأولى 2 في 0 زائد 0 بعطي 0. الآن 2 في R3 4 زائد 2 زائد 0 4 minus 4 plus 1 minus 3 and minus 2 plus 0 minus 2. Hence the inverse A inverse equal negative 1 1 1 4 minus 3 minus 2 2 minus 2 minus 1. To check our answer, we should multiply this matrix, the inverse, by A. The result should be the identity. All right. Now, to the second part of the question. And the second part, we have the system, this system. نكتب system as A matrix A matrix of coefficients 1 0 2 1 0 2 1 1 0 and negative 1 negative 2 1 times the unknowns matrix x y z equal B, which is 4, negative 2, and 10.
this matrix A, and this is X and B. Okay, notice that A is the same as the matrix in part 1. A هي نفسها اللي موجودة في part 1. لاحظ 1, 1, negative 1, 0, 1, negative 2, 2, 0, 1. الآن to solve this system, to solve this system اللي هو على صورة AX تساوي B, multiply by the inverse of A from the left to get X equal A inverse B. This is X. الآن احنا حاسبين الانفرس, اذا x equal the inverse from part 1 minus 1 1 1 4 minus 3 minus 2 2 minus 2 minus 1, multiply it by b. b is here 4 negative 2 10. هل عملية الضرب معرفة؟ حجم هاي 3 by 3, it's tiny, it's size 3 by 1, so the result 3 by 1. How to multiply? ضرب مصفوفات. صف الأول نعمل له transpose, نضربه في العمود. يصير minus 1 by 4, 1 by minus 2, 1 by 10. يعني minus 4, minus 2, minus 6, plus 10, 4. And second row by the column. 4 times 4, 16, minus, minus, 2, بتصير 6, 16 plus 6, 22, 22 minus 20, it is 2. And the third row by the column, 2 by 4, 8, plus 4, 12, minus 10, it is 2. That is x equal 4, y equal 2, z equal 2. Check the answer. أنا أتأكد بس من المعادلة وأنت تتأكد من الباقي. طلع معنا الجواب x 4 والy 2 والz 2. 4 زائد 2 ناقص 2 تعطي 4. تشيك على المعادلة الثانية المفروض إنها متحققة. الآن شباب بدنا نحل نظام من المعادلات بطريقة جديدة اسمها Solving Linear System by LU Decomposition Method. طريقة LU Decomposition Method, Decomposition يعني تحليل. نكتب الماتريكس تبعت الـ Coefficient Matrix of Coefficients وعندي System على صورة AX تساوي B. الفكرة إن نكتب A على شكل حاصل ضرب Lower Triangular Matrix L times Upper Triangular Matrix. كيف نحللها؟ في عدة طرق لتحليل أي ماتريكس, طبعا لتحليل الماتريكس إذا أمكن للور ضرب أبر تريانجلر ماتريكس. طبعا A لازم تكون سكوير ماتريكس, نكتبها على شكل أبر تريانجل لور تريانجلر ماتريكس ضرب أبر تريانجلر ماتريكس. كيف ممكن نحللها؟ في عدة طرق للتحليل, راح نبدأ اليوم بواحدة منهم تسمى دوليتل ميثود. طيب كيف راح نستخدمها؟ إذا أمكن كتابة A على صورة L في U lower triangular matrix في upper triangular matrix, بصير عندي السيستم اللي معي بدل A بحط LU X تساوي B. طبعا ضرب المصفوفات بإمكانك تجمع زي ما بدك associated, لأن LU X, لأن لو سمينا U X بتساوي Y, y هي unknown والx unknown, بس الy احنا بنستخدمها كوسيلة حتى نوصل لx, فبصير عندي ly تساوي b. نبدأ الماتريكس ly تساوي b, نبدأ برقم واحد. الآن ux تساوي y, عشان نوصل لx بنستخدم هاي المعادلة. إذا أول شيء بنبدأ في L ضرب Y نسويها B. ال Y فيها مجاهيل نفس مجاهيل X, يعني لو X فيها مجهولين ال Y مجهولين, لو كانت X فيها ثلاث مجاهيل ال Y زيها ثلاث مجاهيل. الآن أول شيء بنحسب Y من المعادلة الأولى, بعدين بنحسب X من المعادلة الثانية. الآن السؤال كيف بدنا نحلل A على شكل ضرب L في U؟
في عنا طريقة تسمى، أول طريقة للتحليل تسمى دوليتل ميثود. دوليتل ميثود أول إشي بيكون عندي الماتريكس، كيف بدي أبدأ أحللها؟ بعمل L، لو كانت نبدأ بـ 2 باي 2، لو كانت 2 باي 2 ماتريكس. الآن كيف نحلل الماتريكس؟ بنكتب دوليتل ميثود، لو كان عندي A كانت 2 بـ 2، A 2 باي 2 ماتريكس. الآن بنفرض A تساوي 1 0 L 2 1 1 مضروبة في U11 U12 0 U22. لاحظ هاي ال lower triangular matrix. شو يعني lower triangular matrix؟ هذا المين دياجونال، فوق المين دياجونال لازم يكون أصفار، حتى نسميها upper triangular matrix. هذا المين دياجونال اللي تحته أصفار، لأن هذه لازم تساوي مين؟ الماتريكس A. الآن بنعمل ضرب مصفوفات L في U. لما نضرب الصف الأول في العمود الأول، الصف الثاني بالعمود الثاني، على طول رح تطلع معنا U11 هي أول عنصر A11، و U12 رح تطلع A12، بنكمل. طب إذا كانت الـ A 3 by 3 matrix، A 3 by 3 matrix، كيف الفرضية بتكون؟ بنحط على المين دايجونال الوحدات 1 0 0 ثم L21 1 0 L31 L32 1 this is L. ال U عبارة عن U11 U12 U13 then 0 U22 U23 0 0 U33 بنسويها بالماتريكس A، وبنطلع الثوابت L21 L31 L32. هدول بيجوا دايركت، هم نفسهم الصف الأول في A. يعني لو أضرب الصف الأول بالعمود الأول بيطلع U11 ده تساوي أول عنصر، الصف الأول في العمود الثاني راح يعطينا U12 راح تعطينا العنصر في الصف الأول والعمود الثاني في A. يعني الصف الأول في الـ U هو نفس الصف الأول دائما في الـ A بهاي الطريقة، ونفس الأسلوب لو كانت 4 بـ 4 5 بـ 5 نفس الطريقة. الآن شباب مثال، solve the following linear system using LU decomposition method. الآن السيستم for x1 plus 5 x2 equals 7 12x1 plus 12 14x2 equal 18. The first step, write the system as A times X equal B. يعني كتبنا السيستم على صورة AX بتساوي B. الآن want to factorize A، بدنا نحلل A، نكتبها كعاملين L times U lower triangular matrix times upper triangular matrix. الطريقة الآن للتحليل اللي أخذناها تسمى دوليتلز، وفي طرق أخرى لتحليل الماتريكس، وبعدين التكملة مشابهة. الآن الـ A نكتبها على شكل L في U. كيف فرضية الدوليتل؟ نكتب L وحدات على القطر، وهون L 2 1 لما تكون 2 في 2 أو 3 3 دائما على القطر وحدات في طريقة الدوليتل. وبنكتب الـ upper U 1 1 U 1 2 0 U 2 2 تساوي الماتريكس A اللي هي 4 5 12 14. الآن عشان نحدد L 2 1 U 1 1 U 1 2 U 2 3 نضرب الماتريسيز، هاي حجمها 2 في 2 وهذه حجمها 2 في 2، العملية معرفة والناتج راح يساوي 2 في 2 نفس حجمها. الآن العنصر الأول راح يساوي 4 في الناتج، والعنصر اللي بالصف الأول العمود الثاني راح يساوي 5، يعني بتساوي مصفوفتين. الآن لو ضربنا الصف الأول بالعمود الأول راح يعطينا U11، U11 ده تساوي 4. ضربنا الصف الأول بالعمود الثاني راح يعطينا U12 وده تساوي 5. دائما الصف الأول في اليو راح يطلع الصف الأول في الـ A. الآن نيجي الصف الثاني بالعمود الأول،
يعني L21 U11 بلس 0 بدها تساوي 12. بس احنا حسبنا U11، U11 بتساوي 4. Here U11 equals 4. الآن 4L21 equals 12 implies، يتضمن انه L21 equals 3. حسبنا L21. الآن نيجي الصف الثاني في العمود الثاني، صف الثاني في العمود الثاني، L21 U12 plus U22 equals 14. الآن L21 معي 3، U12 equals 5 plus U22 unknown equals 14. 15 15 زائد U22 تساوي 14، then U22 equals negative 1. إذا صارت L، نعوض القيم اللي أوجدناها، ال L 1 0، L 2 1 طلعت معنا 3 1، فهي هي L 1 0، L 2 1 3 1. الآن واليو، ما هي اليو؟ اليو تساوي U 1 1 4 U12 5. حكينا نفس الصف الأول في الـ A، 0 U22 negative 1. This is upper triangular matrix، هذه lower triangular matrix. لو نعمل check هيك سريع، هل بعطينا A ولا لا؟ لو ضربتهم صف الأول بالعمود الأول 4 5 12 plus 0 12 15 plus minus 1 It is 14. Yes, it is A. معناته تحليلنا صح. هذه اللور وهي الأبر. يعني كيف بدي أحل السيستم؟ زي ما حكينا، بنبدأ في المعادلة Ly تساوي B. بس إيش هي Y؟ هي بناخذ اللور triangular matrix 1 0 3 1. الواي إلها نفس عدد المجاهيل زي X، X فيها X1 وX2 مجهولين، فإذا هون Y1 Y2 this is Y، هاي L equals B، الواي تساوي B. البي اللي هي النواتج في السيستم الأصلي 7 and 18 this is B. يعني أول إشي بدينا بالمعادلة Ly، بعد ما حللنا A كحاصل ضرب lower في upper، يجي للمعادلة Ly تساوي B، L في Y تساوي B. الآن اضرب الصف الأول، نبدأ من أعلى لأسفل forward، هاي الطريقة. ليش بنبدأ من عند الأصفار الأكثر؟ فلو ضربت الصف الأول بالعمود الأول كأني بحكي 1 Y1 زائد 0 Y2 تساوي 7، إذا Y1 تساوي 7. الآن الصف الثاني في العمود 3 Y1 زائد Y2 تساوي 18. بس Y1 احنا عندنا Y1 حسبناها الآن، بصير عندي 3 في 7 زائد Y2 تساوي 18. إذا 21 زائد Y2 تساوي 18، so Y2 minus 3. إذا عرفنا Y2، hence Y equals Y1 7، Y2 minus 3. احنا هدفنا نطلع X1 و X2. لأن نيجي للمعادلة الثانية اللي حكينا عنها، UX تساوي Y رقم 2، هاي المعادلة الثانية. إذا هون الأولى بدينا فيها Ly تساوي B، UX تساوي Y، هذه المعادلة الثانية. الآن اليو احنا حسبناها، اليو نرجع لليو، اليو عندي قيمة يو 4 5 0 minus 1، يعني في ال x المجاهيل x1 x2، هاي اللي بدنا اياهم اصلا، تساوي الواي، الواي اللي طلعناها الان هي 7 minus 3. يعني عشان اوصل لل x لازم اول اشي اجيب الواي بقى الطريق. الان نبدا من الاصفار الاكثر، الاصفار الاكثر تحت، هاي الاسلوب نسميه باكورد، باكورد. الحاله الاولى استخدمناها فورورد، ف 0x1 ناقص x2 تساوي minus 3، then x2 equals 3، فهي جبنا المجهول x2. لأن نرجع للصف اللي قبل، 4x1 plus 5
X2 equals 7 لأن X2 بتساوي 3 معناته 4 مرة ثانية 4X1 زائد 5X2 هي ضرب مصفوفات أو 4X1 5X2 تساوي 7 لأن 4X1 زائد 5X2 حسبناها 3 equals 7 يعني 4X1 plus 15 equals 7 therefore 4x1 equals negative 8. Then that implies x1 equals minus 2. So the solution x1 minus 2, x2 equals 3. Now نعمل check للمعادلات هل تحقق الحل ولا لا؟ نضرب 4 بناقص 2 هذا السيستم وهذا الحل 4 ضرب ناقص 2 ناقص 8 5 في 3 15 ناقص 8 7 12 ضرب سالب 2 سالب 24 سالب 24 هون 14 في 3 42 42 ناقص 24 18 يعني هذا حلنا صحيح. اوكي another question Nine. Another example. LU decomposition. Method. To solve. The linear system three x one plus five x two plus two x three equal 8 and 8x2 plus 2x3 equal minus 7 6x1 plus 2x2 plus 8x3 equal 26 and طبعا نكتب اول اشي السيستم بصورة ax تساوي b بداية الحل لان ال a matrix of coefficients 3 0 6 the coefficients of x1 معاملات x1 the coefficients of x2 5 8 and 2 the coefficients of x3 2 2 8 this is a matrix of coefficient the matrix of the variables or the unknowns x1 x2 x3 equals this is x equals 8, negative 7, 26. This is B. Now, the first step to solve by using LU decomposition is to factorize A as a product of lower triangular matrix times upper triangular matrix. يعني أول خطوة في الحل نكتب A كحاصل ضرب L في U L lower triangular matrix وال U upper triangular matrix طبعا الآن الطريقة اللي بنحلل فيها اسمها Dolittle's ممكن نحلل طرق ثانية طريقة Dolittle كيف نعمل نحط وحدات على القطر وأعلى القطر أصفار يعني هون 0 0 هذه اللي lower هون unknown نحط L 2 1 1 0 بعدين L 3 1 L 3 2 1 this is an upper sorry lower triangular matrix a lower triangular matrix this is L الآن U كيف بعرفها باخذ U 1 1 U 1 2 حسب دولتل U 1 3 0 U 2 2 U 2 3 0 0 U 3 3 this is U and تساوي كم يساوي الـ A الماتريكس A الـ A هي 3 5
2082628. This is A. الآن لو جينا ضربنا الصف الأول بالعمود الأول راح يطلع U11 ويساوي 3. U11 تساوي 3. الصف الأول في العمود الثاني راح يعطيني U12 بساوي 5. الآن الصف الأول بالعمود الثالث راح يعطينا U13 تساوي 2. يعني الصف الأول دائما في اليو بيكون الصف الأول من الأ. الآن نيجي الصف الثاني نضربه في العمود الأول L21 في U11 بلس 0 بلس 0. كيف عملية الضرب؟ ضرب مصفوفات. نعدل الصف نعمل له ترانسبوز، كل عنصر مع مقابله يضرب وتجمع النتائج، فبيطلع L21 في U11 تساوي 0. الآن طبعا النتيجة 0. الآن مين معروف معي؟ ال U11 اللي هي 3، يعني 3L21 equal 0 implies L21 equal 0، فهيك جبنا L21. نيجي الصف الأول الثاني نضربه في العمود الثاني، فبتصير L12 في U12 plus U22 equals 8. الآن L12 معروفة معنا 0، في U12 كمان معروفة 5، طبعا لو كانت مش 0 لها اهتمام. U22 ساوي 8، إذن U22 equals 8، فهيك جبت U22. الصف الثاني في العمود الثالث راح يعطينا L21 times U13 plus U23 plus 0 equals صف ثاني بعمود ثالث بيساوي الصف الثالث في العمود والعمود الثالث يعني 2. الآن معروف معي ال L21 0 0 في U13 أيضا بيكون معروف 2، طبعا لو مش 0 بيأثر لأن U23 مجهول، U23 تساوي 2، إذا بستنتج إنه U23 بيساوي 2، فهيك عرفنا U23. الآن شباب نيجي للصف الثالث في العمود الأول، هناخد الصف الثالث ضرب العمود الأول، الصف الثالث في العمود الأول يعني L31 ده تنضرب في U11 زائد 0 زائد 0، يعني L31 في U11 بدها تساوي 6، لكن في عندي U11 equals 3، معناته 3L31 تساوي 6 implies L31 equals 2، فهيك طلعت L31. الآن ناخذ الصف الثاني نضربه في العمود الثاني ضرب مصفوفات عادية، الصف الثاني نحوله عمود نحطه جنب العمود الثاني ونضرب كل عنصر مع اللي جنبه ونجمع، يصير L31 في U12 زائد L32 U22 بلس 0 equals 2. الآن مين معي؟ بنعوض L31 حسبناها 2، U12 كانت 5، L31 2، U12 5 بلس L32 unknown، U22 computed 8 محل U22 L32 equals 2، then 8L32 بتساوي 2 ناقص 10 ناقص 8، إذا L32 minus 1 هذه L32. now the third row by the third column، نضرب الصف الثالث في العمود الثالث L31 U13 plus L32 U23 plus U33 equals 8. إذا نتيجة ضرب الصف الثالث في العمود الثالث بعطينا L31 U13 plus L32 U23 plus U33 equals 8.
يعني الأشياء المعروفة بنعوضها L312 U13 is 2 plus L32 negative 1 U23 equals 2 plus U33 equals 8. So we have 4 minus 2 plus U33 equals 8 implies U33 equals 6. فهذه U33. Hence L صار عندي L 1 0 0 L21 0 1 0 L31 2 L32 it is negative 1 1. This is L 1 0 0 0 1 0. عوضت محل كل قيمة أوجدناها في الفرضية، فرضية اللور. فرضية الأفر نفس الشيء، حكينا الصف الأول دائما راح يكون مساوي للصف الأول في الأخ 3 5 2 0 U22 is 8 U23 2 0 and 0 U33 6. لأن لو بدنا نعمل تشيك لازم يطلع الناتج هو A. كل واحد بإمكانه يتأكد إنه هذا لازم يطلع A. تشيك. هذه L وهذه U. لأن عشان أطلع المجاهيل حكينا بنبدأ في معادلة LY equal B. LY تساوي B. Y إلها نفس عدد المجاهيل مثل X. ال L اللي هي 1 0 0 0 1 0 2 -1 1 multiplied by y. y كان فيها كم مجهول؟ ثلاث مجاهيل x1 x2 x3. لان اذا هون بحط y1 y2 y3. this is L and here y equal b matrix of constants. النواتج اللي هي 8 -7 26 8 -7 and 26. الآن هذه بي. الآن من خلال هاي المعادلة راح أطلع واي. كيف راح أطلع واي؟ فورورد، ببدأ من الأعلى لأسفل، محل ما في أصفار أكثر في ببدأ وبنزل. الآن واي 1 تساوي 8. الآن الصف الأول في العمود الثاني راح يعطينا واي 2 بتساوي -7. y3 بدها تساوي، كيف بدنا نحسب y3؟ في عنا 2 y1 2 y1 ناقص y2 زائد y3 بدها تساوي 26. لكن انا في عندي ال y1 2 في 8 ناقص ال y2 -7 plus y3 equal 26. 16 plus 7 plus y3 equal 26. 32, here 26, then y3 equal 3. Hence y, إذن هيك حسبنا y. y equal y1 8, y2 -7, y3 equals 3. This is y. Now to find x, we use the second equation. The second equation means ux equals y. عشان أطلع x أستخدم المعادلة الثانية. إذا المعادلة الأولى استخدمناها ly equals b، هي رقم واحد. الآن رقم اثنين ux تساوي y. الآن اليو برجع اليو اللي حسبناها، ما احنا حللنا يو ال a كحاصل ضرب l في يو. اليو نكتب نفس اليو اللي طلعناها من التحليل بطريقة دوليتل، وحكينا في طرق راح نتعلمها للتحليل غير طريقة دوليتل. بعد ما نحللها بنكمل عادي، لو بدنا نحل سيستم نكمله بنفس الطريقة
ناخذ المعادلتين ly تساوي b بعدين ux تساوي y، بس الاختلاف بال ال وبال u. ممكن الآن x1 x2 x3 this is u this is x equal y. what is y 8 اللي طلعناها minus 7 3. الآن عشان نطلع ال x نبدأ backward من أسفل إلى أعلى من الأصفار الأكثر، هاي backward بيطلع معي 6x3 equals 3 that implies x3 equals half، فطلعنا x3. الآن أرجع للمعادلة اللي قبل 8x2 plus 2x3 equals negative 7. الآن معي x3 8x2 plus 2 by half equal minus 7، هاي بتصير واحد تنتقل على الطرف الثاني 8x2 equal negative 8 then x2 equal negative 1. هيك أوجدنا x2. الآن أرجع للمعادلة الأولى 3x1 plus 5x2 plus 2، يعني من هون أنا جبت المعادلة الأولى 3x1 plus 5x2 plus 2x3 بدها تساوي الطرف الثاني اللي هو 8. الآن معلوم معي صار x2 و x3، إذن بإمكاني أوجد x1 3x1 plus 5 times x2 plus 2 times x3 equals 8. simplify 3x1 minus 5 and sorry here half the value of x3 equals half plus 1 equals 8. So here we have minus 4 then 3x1 equals 12 that implies x1 equals 4. Therefore the x the unknown matrix x1 x2 x3 4 negative 1 2 إذن قيمة x1 4 x2 minus x1 4 x2 minus 1 x3 1 half. لو عملت تشيك على المعادلات بإمكانك تتحقق من المعادلات إنه هاي القيم تحقق المعادلات. لهون نتوقف اليوم ونلتقي في مرة أخرى إن شاء الله، ويعطيكم العافية.